وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عمر العبيد، مدير إدارة الدراسات والبحوث في مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات. مرحبا بك دكتور في نشرة الثالثة. ماذا تعكس هذه المؤشرات فيما يتعلق باستخدام الأفراد للإنترنت في مملكة البحرين؟ مساء الخير. تعكس بالأساس الحزمة الواسعة من الإصلاحات التي أجريت في مجال الاتصالات منذ عام 2000. أول نقطة كانت أو نقطة انطلاق كانت هي الإصلاحات وخصخصة قطاع الاتصالات، وشهدنا شركة بتلكو تمت خصخصتها، وأيضا فتح الباب لشركة زين ولاحقا STC للدخول في السوق. وبعد ذلك هناك استثمارات كبيرة ومنوعة في مجال الاتصالات تحديدا في البنية التحتية الإلكترونية، وهذه معا ما مكنت البحرين من تحقيق معدلات عالية من انتشار الإنترنت. نعم، كيف تسهم دكتور عمر هذه المؤشرات في تحقيق مملكة البحرين لأهداف التنمية المستدامة؟ التنمية المستدامة يعني أحد أهم محاور التنمية المستدامة هو يعني تمكين الجميع من المشاركة في الاقتصاد وكسب الرزق والتواصل مع الآخرين. فمن هذا المنطلق انتشار الإنترنت يعني له دور جوهري. على سبيل المثال الآن يستخدم الجميع بنفت بي، وهذا يحفظ صحة الجميع كما أنه يمكننا من إجراء المزيد من المعاملات المالية، ويعتمد ذلك على انتشار الإنترنت. كذلك العمل عن بعد أصبح ظاهرة منتشرة في مملكة البحرين بعد الكورونا، وهذا مكن العديد من الفئات التي يعني تعاني من صعوبة في المشاركة في مكان العمل بشكل تقليدي من المساهمة، لكن يعتمد كذلك على انتشار وتوفر الإنترنت بسرعة عالية. نعم، الدكتور عمر العبيد لمدير إدارة الدراسات والبحوث في مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات، شكرا جزيلا لك.